طيب ورجعنا لكم تاني ولسه بنكمل معاكم بقيه اخبارنا طبعا زي كل اسبوع وان بوكس سبورتس. وطبعا يعني الاسبوع ده كان مليء برضو بالاخبار والاحداث الرياضيه المختلفه. ونروح معاكم بقى ايه ونبدا بكره اليد. حاجه عظمه كده حلوه قوي من البدايه كده. منتخبنا الوطني الاول لرجال بقى كره اليد بقياده طبعا المدير الفني الاسباني روبرتو غارسيا باروندو فاز بقى على منتخب البرازيل بنتيجه 31-27. ها البرازيل 31-27 في الماتش الودي اللي اتلعب ما بين بقى المنتخبين يوم الخميس اللي فات. والشوط الاول كان خلص بنتيجه 15-12 وقدرنا بقى ان احنا نحافظ على تقدمنا في الشوط الثاني كمان من الماتش واللي كانت لعب على صاله المركز الاولمبي بالمعادي. والمنتخب برضو بيلعب دلوقتي في تاني مباراة ليه مع منتخب البرازيل. دي البروفة التانية بقى من الماتشات الودية ما بين بقى ايه المنتخبين الكبار. منتخبنا استغل بقى ان احنا ايه في فترة توقف طبعا دولي وكمان استدعى بقى لاعبته المحترفين وقرر انه يلعب بقى الماتشين الوديين دول مع يعني مدرسة السامبا بقى البرازيلية. واكيد مصر كمان بتستعد لكأس الأمم الأفريقية واللي إن شاء الله تتلعب في المغرب في الفترة من 11 ولحد يوم 18 يوليو اللي جاي بإذن الله. حاجة حلوة جدا. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه يا جماعة. يعني منتخبنا وصل لمرحلة كده إن احنا إيه يعني مرحلة من الأداء الفني من الثبات الحمد لله من الاستقرار بشكل كبير جدا على المنتخب والفريق بتاعنا. فهنا ده يخلينا إن احنا دايما يعني نعلى في ماتشاتنا، دايما نعلى في بطولاتنا، نروح واحنا يعني من الاخر كده حاطين رجل على رجل. احنا ان شاء الله حاطين رجل على رجل ازاي؟ بمجهودنا بتعبنا بالفكر اللي طبعا يعني بيفكر فيه مديرنا الفني. واكيد برضو انا متاكد ومتفائل ان احنا هنشوف البطولات اللي جايه منتخبنا لكره اليد يعني هيأدي اداء مشرف وعظيم جدا وكمان هيكون ليه نصيب كبير جدا من البطولات ان شاء الله والمراكز الاولى. طيب من اليد نروح معاكم بقى ايه للسله. الفريق الاول لرجال كره السله بالنادي الاهلي بقياده مديره الفني اوجستي بوش فاز بقى بكاس مصر للموسم اللي احنا فيه ده بعد فوزه بقى على نظيره الاتحاد السكندري واللي بيدربه الكابتن احمد مرعي بنتيجه 69-65. الماتش كان اتلعب من ايام على صاله الدكتور حسن مصطفى في 6 اكتوبر وفضلت بقى النتيجه ايه متعلقه لحد اخر يعني ثواني من الماتش من الاخر كده. يعني من ناحيه نلاقي ان يعني الاهلي متقدم جدا والاهلي ماشي بشكل متقدم وبرده بنلاقي الناحيه الثانيه ان الاتحاد راح معوض وهو اللي تقدم والموضوع لحد الثواني الاخيره الاتحاد هو المتقدم. بعد كده الاهلي راح استغل الاخر ثواني راح هو الماتش كسبه وكل الناس في الوقت ده كانت يعني على اعصابها من الاخر. حتى كمان مجلس اداره الناديين خلي بالكم كانوا في الوقت ده كلهم على اعصابهم. يعني نشوف الصور كده يعني الجميله اللي ظهرت بنشوف يعني المسؤولين هنا والمسؤولين هنا كل واحد بيستعد من الاخر كده ايه يعني ان هو اللي هيكسب. يعني في لحظه كده الاتحاد خلاص قرر ان هو ايه الشكل العام ان هو يعني ممكن هو اللي هيفوز ومهيئين نفسهم ان هم هيفوزوا. والناحيه الثانيه برضو لا لسه يعني ممكن في امل وممكن لسه يعني في كامباك مره ثانيه والدنيا تمام بس برضو تحسوا ايه ان الامور فلتت. يشاء القدر الماتش يتقلب بحاله واحواله وكل حاجه والاهلي هو اللي يفوز يعني في الثواني الاخيره. هي دي المتعة الحقيقية اللي في الرياضة، هي دي المتعة الحقيقية اللي بنلاقيها في كرة القدم، بنلاقيها في السلة، بنلاقيها في اليد، بنلاقيها في الرياضات اللي هي فيها منافسة وكلها يعني فعلا محترفين بيلعبوا مع بعض. بجد شكرا لكل اللعيبة اللي لعبوا في النادي الأهلي، للعيبة المحترمة اللي في الاتحاد السكندري، للعيبة المحترمة اللي في الزمالك، للعيبة المحترمة اللي في الجزيرة، اللي في كل الأندية المصرية اللي بيشاركوا طبعا في لعبة ورياضة مهمة وكبيرة. زي الباسكت بول طبعا احنا بنتكلم ان احنا عايزين بقى نشوف القوه والاداء ده دايما مع منتخبنا الوطني ان شاء الله وطبعا يعني مع المدير الفني الجديد. من الناحيه الثانيه بقى الزمالك ايه قدر انه بقى يحقق البرونزيه على فوزه بقى يعني على طلائع الجيش بنتيجه 190.
الاهلي كان صعد للنهائي بعد فوزه بقى على الزمالك، والاتحاد كان كسب طلائع الجيش في قبل النهائي يعني من البطوله. وبالمناسبه كمان احب اقول لحضراتكم ان النهارده بدا اول ماتش من ماتشات دور الثمانيه من دوري السوبر، يعني ما بنستناش على طول كل اول باول كده. والاهلي بيلعب مع مصر للتامين، والزمالك برضو يعني هيلعب مع المصريه للاتصالات، والجزيره هيقابل سبورتنج. اما بقى الاتحاد فهيلاعب طبعا جاره السكندري نادي سموحه. الواحد يعني بجد منبهر جدا، وفيها متعه كده وحاجه حلوه قوي، وفيها قوه طبعا، ومهم جدا نشوف عندها دايما الاداء ده هو اللي موجود عندنا. لا ينقصنا الا شيء واحد بس، وان شاء الله برضه هيتعدل الفتره اللي جايه، وهو التصوير. يعني نشوف عندنا بقى التصوير اللي هو الـ NBA بقى، ده مهم جدا نشوفه برضه في الدوري بتاعنا وفي كل المسابقات الخاصه بالسله. انت بتبيع بده، انت بتجيب اعلانات بده، انت عندك الانديه الرعاه وكل حاجه بتجيب بده. صدقوني كل ما المنظومه بتعلى كل ما انت هتلاقي كل حاجه احلى واحلى، مش بس في كره القدم، ان احنا بنحاول نخلي الشكل العام فيها وكل حاجه، والدعم طبعا الاكبر ليها يعني يخص بس كره القدم، لا احنا عايزين كل الرياضات تبقى بالشكل وبالنمط وبالصوره دي. هو ده اللي هيخلي شكل الرياضه بتاعتنا دايما في اعلى واعلى ان شاء الله. طيب من كره السله نروح معاكم بقى ايه للطايره. الفريق الاول بقى لرجال كره الطايره بالنادي الاهلي بقياده بقى مديره الفني الكابتن محمد مصلحي، فاز على غريمه التقليدي نادي الزمالك واللي بيدربه الكابتن اشرف رشاد بنتيجه 3-0، وده في الجوله الاخيره من بقى الدور الترتيبي لدوري النخبه. الماتش كانت لعب يوم الاثنين اللي فات على صاله هيئه قناه السويس في الاسماعيليه، وجت بقى نتائج الاشواط كالتالي: 25-21، 25-12، 25-19. وبكده الاهلي خلص خلاص الدور الترتيبي، وهو يعني دلوقتي على صداره الترتيب برصيد 21 نقطه من بقى الفوز في كل الماتشات اللي لعبها يعني. اما الزمالك فجاه في المركز الثالث برصيد 11 نقطه، والاهلي هيلعب في الدور اللي بعد كده مع نادي هليوبلس. اما بقى الزمالك فهيواجه نادي سموحه السكندري. كل التوفيق طبعا لكل الفرق المصريه، وايضا برضو دوري الطايره حلو حلو مولع، هو ده اللي احنا عايزينه. كل الرياضات كده في كل الالعاب محدش فيهم يبقى ضامن مين اللي هيفوز، مين اللي هو خلاص من الاخر اللي هو يقول لك انا داخل البطوله دي او المسابقه دي وانا في بطني بطيخه صيفي. لا، عايزين نلغي الموضوع ده، عايزين الفريق اللي هو اللي يمكن يعني طبعا كل الفرق تحترم ويتعمل لها الف حساب، بس اللي يمكن يعني يحط في دماغه ان هي بعيد شويه عن احرازها للبطوله تفاجئك وهي اللي تحرز البطوله. ليه لا؟ وارد جدا، وكل شيء في الرياضه دلوقتي ما فيهوش حاجه الا اللي بيتعب ليها واللي بيقدلها، وكمان بيقدم طبعا كل ما هو يعني يخص اللعبه دي بقى من مجهود وتعب وفنيات وكل حاجه. طيب من كره الطايره نروح لايه؟ للبدل. يمكن احنا بقى لنا فتره بنتكلم عن البدل، وزي ما قلنا لكم ان هي لعبه ورياضه جديده لسه مستحدثه، يعني بتجمع ما بين بقى ايه رياضتين او لعبتين، يعني ما بين يعني كره المضرب سواء كان السكواش او التنس، يعني اللي انت حابب بقى ايه تقوله عنها قوله يعني. وهي فعلا كسبت ارضيه كبيره الفتره اللي فاتت، وبرده في دلوقتي شغل كويس جدا وفعال بنشوف على ارض الواقع. يمكن بطوله بقى يعني فيب ستار من الدولية للبدل يعني، واللي اتلعبت على ملاعب نادي اويست في 6 اكتوبر، وده كان من يوم 11 ولحد يوم 13 اللي فات، ومجموع جوائزها 13,500 دولار. النهائي كان اسباني خالص، وتأهل ليه فرقتين من اسبانيا، واللي هي تعتبر يعني منشأ اللعبة، هم اللي اخترعوا اللعبة دي، هم اللي عملوها، فاحنا بناء عليه اللعبة برضو انتشرت في الدول، واحنا برضو جات لنا مصر هنا، واحنا ان شاء الله هيكون برضو لينا الفتره اللي جايه ليها يعني ابطال، واكيد برضو هي يعني واحده واحده الدنيا هتبقى ماشيه كويس يعني بالهدوء كده، ايه هتلاقي كل حاجه عندنا ليها ابطالها. وفريق يعني ان شاء الله برضو مصري هنشوفه برضو الفتره اللي جايه، بيبقى بتشكيله مختلفه من مختلف بقى الانديه المصريه، يمكن اللي لسه اللعبه دي بيفكروا ان هم ممكن يعني يدخلوها عندهم، لسه بيفكروا في خطتها. كل ده طبعا شيء وارد، وممكن برضو نشوفه يعني ان شاء الله
اليومين اللي جايين. النهائي البطولة حضروا الكابتن أحمد الغطوري رئيس الغتوري عفوا رئيس الاتحاد المصري للبدل، وكمان رامون كاسيريس السفير الأسباني في مصر، وكابتن طبعا أو الأستاذ عمرو منسي الرئيس التنفيذي لشركة أي إيفانس. وكمان البطولة شارك فيها حوالي 100 لاعب من 6 دول، منهم 30 لعيب مصري، وكان يعني ما شاء الله المستوى عالي جدا. اللعبة زي ما قلت من شوية هتنتشر إن شاء الله مع الوقت كده، وهيكون ليها شعبية كبيرة في بلدنا، بس تاخد إيه وقتها كده تالت ومتلت. طيب كاميرتنا كانت موجودة وحضرت كمان في ختام البطولة وسجلنا التقرير ده، تعالوا بقى نروح نشوفه ونرجع تاني، يلا بينا. الصعوبه كانت مش صعوبه بس شويه، ان احنا كنا واحنا بنتفق مع الاتحاد الدولي ان احنا كنا عايزين لما نيجي نخش نعمل حاجات دوليه ما يبقاش مجرد بطوله، وده طبيعتنا احنا كمان او في الشركه، وده طبيعه الشراكه بتاعتنا مع اوراسكوم للتنميه. يعني زي انت السنه دي احنا بنحتفل ببطوله الجونه الدوليه لسكوش السنه العاشره، ابتديناها من 2010، عندنا بطوله سي اي بي مصر الدوليه السنه دي هتبقى السنه الرابعه، فاحنا بنعمل حاجه بنحب نكمل فيها. فده كان الاتفاق ما بيننا وما بين اوست ومع الاتحاد الدولي ان احنا عايزين نعمل سلسله بطولات دوليه، فده خد شويه حوالي 6-8 شهور للاتفاق، فدي كانت مرحله. بالنسبه للعيبه احنا الحمد لله بالخبره اللي اكتسبناها في السنين اللي فاتت بقى عندنا اللي بنعرف نتعامل مع اللعيبه الدوليه ومتطلباتهم في كل حاجه، فدي الحمد لله ساعدتنا، ودي اللي مخليه الفيدباك من الاتحاد الدولي واللعيبه ان هم مبسوطين قوي بالاكسبيرينس اللي واخدينها هنا شويه، بس احنا الجو معكسنا في البرد، بس الفترات اللي جايه البطولات اللي جايه هيبقى في توقيت احسن من كده شويه. انا بصراحه انطباعي عن البطوله ان هو الحمد لله كانت بطوله ناجحه جدا، شفنا مستويات من اعلى مستويات اللي في العالم، جانا تقريبا ما يقرب من 70 لاعب دولي، ودي بدايه قويه جدا لمصر. شافوا الامكانيات اللي في مصر، شافوا ان مصر ممكن تنظم بطولات على مستوى عالي جدا 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 الحمد لله، فده بدايه نجاح ان شاء الله. وفي الفتره الجايه احنا زي ما انا بكرر بقول احنا عندنا 8 بطولات دوليه، اللي جايه احسن ان شاء الله واكبر باذن الله، وان شاء الله احنا برضو اتفقنا خلاص يعني كان بطلب من معالي الوزير ان احنا نعمل بطوله تحت مسمى بطوله مصر الدوليه، والحمد لله احنا اتمنى القصه دي، وان شاء الله في اخر السنه هيكون اكبر بطوله في السنه تحت مسمى بطوله مصر الدوليه ان شاء الله. أعتقد أننا في هذه المرة نستطيع تقديم أفضل ما لدينا في اللعب. لم نقدم أفضل ما لدينا في اللعب، ولكننا حاولنا وحاولنا كثيرا، ولكن في هذه الحالة نقول أن أجواء الطقس لم تكن جيدة لنوعية لعبنا، لذا أقول أننا حاولنا كثيرا لكننا لم نشعر بالارتياح في الملعب، وهذا كان أمرا صعبا بالنسبة لنا. أعتقد أنهم كانوا يفهموا بشكل أكبر كيفية اللعب في هذه الأجواء، وهذا هو السبب في فوزهم. نحن سعداء جدا لوجودنا في مصر، أعتقد أنها جولة عظيمة، نشعر بالسعادة لأننا قمنا بالكثير هنا، وحصولنا على المركز الثاني هو أمر جيد، ولكن نحتاج للمزيد غدا، وسنقوم بذلك للحصول على الأفضل في المرة القادمة هنا. نحن سعداء جدا للعب هنا في مصر، نحن سعداء للفوز بهذه الجولة أيضا، وأنا سعيد جدا لوجودي هنا في مصر لأنها مكان جميل، وسأتي إليها مرة أخرى قريبا. أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد جدا طيلة الأسابيع والشهور الماضية، وفي النهاية استطعنا الفوز بالهدف، لذا نحن سعداء جدا جدا. لدينا خطة عمل في مصر والتي تساهم في تحسين المستوى بشكل كبير، وأعتقد أنهم إذا لعبوا واستمروا في التدريب والعمل سيحصلوا على مكان جيد. طيب يا جماعة نروح معكم بقى إيه للجمباز على طول كده، إيه وبطولة العالم يعني اللي أبهرت برضو العالم كله الحمد لله. والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حضر المؤتمر الصحفي لبطولة كأس العالم للجمباز، واللي بتتلعب على الصالة الرئيسية بإستاد القاهرة الدولي في الفترة من 17 ولحد 20 مارس اللي احنا فيه.
البطولة بيشارك فيها 281 لاعب ولاعبة بيمثلوا 34 دولة، والبطولة من ضمن طبعا البطولات بقى اللي بتدي يعني نقط للعيبة في سباق تأهلهم للأولمبياد اللي جاية إن شاء الله واللي هتكون في باريس بإذن الله. والبطولة دي بدأت أول امبارح والنهاردة وبكرة إن شاء الله النهائيات بتاعتها، وبإذن الله نجيب لكم بقى يعني كل تفاصيلها في الحلقة اللي جاية. كاميرتنا كالعادة كانت موجودة في المؤتمر الصحفي للبطولة، وكمان عملنا التقرير الهام ده. تعالوا بقى نروح نشوفه ونرجع تاني، يلا بينا. النهاردة البطولة للعالم سواء كاس عالم أو بطولة عالم بنستضيفها، 141 ريكورد، ما فيش دولة حققته خالص جنبينا الحمد لله. حتى في تحديات كورونا أو في التحديات الحالية للعالم كله في تغيرات كبيرة وكتيرة، لكن الحمد لله الدولة الأمينة اللي وصفها فخامة الرئيس الدولة السالمة وليست المستسلمة. احنا في قطاعنا في الرياضة كمان بنجتهد جدا. النهاردة مؤتمر يعني كاس العالم للجمباز الفني، وده يعني الشيء الصعب والشيء الكبير اللي موجود بنستضيفه. سمعنا كلمات من ممثلي الاتحاد الدولي اللي هم اللي قالوا احنا فخورين جدا وحابين جدا ان احنا نكون موجودين في مصر. حقيقة التنسيق ما بين وزارة الشباب والرياضة والقطاعات المختلفة من الاتحادات هو هدفه الدولة المصرية والولاء والانتماء، وولادنا كمان يبقى بنوفر ليهم المناخ الجيد للتفوق في كل حاجة. الدولة المصرية ممثلا في الحكومة المصرية، اللي بيحصل في مصر تطور اللي اتعمل في 4 سنين كان محتاج 100 سنة. الكلمة دي كانت واضحة جدا، وده فعلا الحقيقة أنا قلته برضو في الكلمة، إن الدعم اللي موجود من الدولة المصرية ممثل طبعا تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وممثل في وزارة الشباب والرياضة، الدعم اللي بتاخده الاتحادات النهاردة غير عادي. كل اتحاد بيطلب طلبات او عنده هدف او عنده خطة بيلاقي مساندة كبيرة جدا من الدولة ومن الوزارة، وفي محاسبة وفي متابعة. الحمد لله البطولة فيها عليها اقبال كبير جدا. ده كاس العالم التاني القاهرة 2022، هي سلسلة كاسات عامل لما بتتعمل ان شاء الله الورلد كاب كايرو 2022، وهيبقى في السنة الجاية. حتى كان حديث الناس بتوع الاتحاد الدولي في المؤتمر الصحفي حاجة محترمة جدا، ان هم بيكلموا ان في اقبال تاريخي على مصر في البطولة. ابطال اولمبيين بيشاركوا معانا، اصحاب ميداليات اولمبية وابطال عالم. عندنا 34 دولة مشاركة، عندنا اكتر من 129 لاعب ولاعبة. البطولة دي اعداد لبطولة العالم القادمة اللي هي في ليفربول ان شاء الله. مصر هي دي مصر يا جماعة، مصر بلد الأمن والأمان، واللي دايما بتحتضن كل الرياضات والألعاب الحمد لله الكبيرة والعالمية اللي احنا دايما قدها وبننظمها بمنتهى الاحترافية. طيب نروح معاكم بقى ايه للجودو. نادي سموحة استضاف بطولة الجمهورية لناشئين بقى الجودو تحت 17 سنة، واللي اتعملت باسم الكابتن يحيى فضل الله، وهو طبعا يعني واحد من رموز اللعبة، والبطولة كمان شارك فيها حوالي 1000 لاعب ولاعبة كمان، وكانت المنافسة بينهم كبيرة جدا. البطولة حضرها محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ومعاه كمان الأستاذ وليد عرفات رئيس نادي سموحة، وكمان يعني الأستاذ مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو، ومعهم كمان الكابتن محمد رشوان البطل الأولمبي المصري وكمان رئيس جهاز المنتخبات الوطنية باتحاد الجودو. كالعادة كاميرتنا كانت موجودة برضو في البطولة وعملنا التقرير ده. تعالوا بقى نروح نشوفه ونرجع تاني، يلا بينا. طبعا نادي سموحة من الأندية الكبيرة جدا اللي بتستقبل كل الألعاب الرياضية من كرة القدم للسلة للطائرة، النهاردة الألعاب القوى ألعاب الجودو. طبعا احنا فخر لينا في اسكندرية البطل العالمي محمد رشوان، واحنا فاكرين كلنا عام 84 كل العالم كان بيسقف لمصر ولمحمد رشوان. احنا ان شاء الله البطولة دي نواة لبطولة افريقيا ثم اولمبياد، واحنا متعودين في الجودو ان احنا بندخل اولمبياد العالم. التجمع ده كله بيدي قوة نادي سموحة، بيدي اداء رائع للعيبة، بيديهم روح ان هم ينافسوا في البطولات.
احنا لما احنا نادي ونستضيف 1500 لعيب ونقدر نسيطر عليها امنيا وتنظيميا وكل حاجه، يبقى احنا نادي ناجح الحمد لله. شرف لنا سموحه ان بطوله الجمهوريه تحت 17 سنه تقام هنا اهوت. شرف لنا سموحه ان هو يفتكروا ابطاله زي الكابتن رشوان وكابتن يحيى فضل الله، نكرمهم. شرف لي انك تقوم كل البطولات بتاعت الجمهوريه على ارض نادي سموحه، وان شاء الله في كل الالعاب هتقوم كل البطولات على ارض نادي سموحه، ونكون فخورين بده ومجلس الاداره بيدعم دوت. احنا المفروض من قد اللعيبه دي اللي هتطلع تاخد اوائل او ثاني او ثالث، ان احنا عندنا بطولات كده، بطوله اولمبيه وبطوله عالم وبطوله افريقيا، فاتمنى ان طبعا يظهر وفي الاول يعني في التمهيد يشوفنا مستويات كبيره وكويسه تبشر بالخير كمستقبل وجوده في مصر يعني. وبعدين انا يعني شايف الجمهور قد ايه وشايف اللعيبه قد ايه، شيء يعني بقاله مده ما حصلش عندنا في الجودو يعني، فاتمنى التوفيق لكل الناس ان شاء الله يعني. بطوله الجمهوريه على 17 سنه دي احدى بطولات المؤهله لاختيار منتخب الشباب اللي هيشارك في البطوله الافريقيه. طبعا بالنسبه لبطولات الجمهوريه احنا طبعا الموسم ده موسم استثنائي، وطبعا احنا بدانا النشاط من شهر 2 10 2 بدايه المباريات، بدايه النشاط بتاعنا. لعبنا بطوله العمومي وبطوله ال 18 وبطوله ال 20 وبطوله 12 سنه ودي بطوله ال 17 سنه. البطوله هنا ان شاء الله بطوله الجمهوريه 17 سنه. كان عندنا مشكله كبيره في الجودو بقالنا سنتين في ابان فتره كورونا، ما كانش فيه بطولات، كان في حته اشتياق عند اللعيبه عايزه تلعب بطولات. البطوله جه فيها عدد كبير جدا، حوالي 700 لاعب بيمثلوا حوالي 80 نادي. منطقه اسكندريه صراحه عامله مجهود عظيم جدا في التنظيم. بطوله يعني جميله جدا ما شاء الله، انا الحمد لله لحد دلوقتي لعبت ماتشين الحمد لله كسبت، وان شاء الله مكمل وناوي ان شاء الله اجيب الاول. تنظيم جميل وبطوله جميله وكل حاجه جميله الحمد لله. وبكده خلاص حلقتنا بقى النهارده خلصت معاكم بسرعه جدا، وانبوكس سبورتس، وان شاء الله بقى الاسبوع اللي جاي معاكم اخبار واحداث رياضيه جديده ومختلفه. وبرده ما تنسوش بكره الساعه 6:30 وانبوكس على خير باذن الله. سلام.